السلام عليكم. تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية بمدينة تبون وتحت رعاية وزارة النقل، اليوم إن شاء الله نفتح أول رحلة من الجزائر إلى نابولي. هذه الرحلة عندها 28 ساعة من الجزائر إلى نابل. هذه أول رحلة من بين زوج رحلات في كل شهر. رحلة هذه راهي مدروسة، درنا لها تخفيضات في الأسعار، بديناها بباخرة طارق بن زياد اللي هي 1300 راكب فوق الباخرة و400 سيارة. فرحانين بها والرحلة هذه باسكو كنا نعانيو ترونسبور هذا سالين سي بور نو سي لا سولوسيون ميور جيسبر كي سالين كونتينا توت لاني.